اهلا 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 بحضراتكم. وزي ما كنت بقول لكم من قبل ما الفقره تبدا، احنا كلامنا النهارده هيبقى عن الاولمبياد الخاص والفرحه الحقيقيه لاهالينا من اصحاب الهمم بتسلم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجائزه الدوليه للاولمبياد الخاص دايما في ظهرنا. اهلا بكم اولا، وخلوني ارحب بضيوفي الاعزاء داخل الاستوديو. هبدا اولا بالترحيب بضيفنا الخاص لأول مرة في استوديو برنامج التاسعة، شون فيرسون، الرئيس أو رئيس ديوان رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بيك. خلوني كمان أرحب بضيف عزيز جدا عليا، إبراهيم الخولي، بطل التنس، المعيد بالجامعة الكندية، بيحضر رسالة الماجستير زي ما حكى لي إبراهيم. مظبوط؟ تمام. منورنا. على إيه؟ ربنا يخليك طبعا. خلينا نرحب وبقوة وبشدة بضيف قليل الظهور إلى أبعد الحدود، بينام بدري جدا برضو بالمناسبة، مهندس أيمن علي محمد عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص. منورنا فندم. أهلا. إزاي الصح؟ الله يخليك. كله تمام؟ الله يخليك. أنا عايز أستأذن الجميع وأن أنا هبدأ الأول بإبراهيم. إبراهيم أولا إزايك زي ما كنت بقولك، وخليني الأول أسألك، أنت بطل تنس بقالك كم سنة؟ أنا بقالي 5 سنين بلعب مع كابتن سيف. هو دلوقتي مرحلة كابتن سيف هو دلوقتي توفى وعلمني من التنس طبعا، وقال لي لازم هلعب في الحيطة، فدي معلومة صح يعني. فبدأت الأول مع كابتن سيف الله يرحمه. ولعبت الأول ميني تنس. أول بطولة كانت إمتى يا إبراهيم؟ كانت أول بطولة كنت صغير، كان مع كابتن سيف وتقال هدية كده من فترة. كان عندك كم سنة يعني؟ كان عندي مثلا 5 سنين أو مثلا 10 سنين. ودي كانت أول بطولة؟ كانت أول بطولة. واستمريت لحد بقى ما خدت بطولة الجمهورية؟ وسافرت بلد بره، سافرت تبع الأولمبياد، سافرت بلد اسمها مسقط عمان، شرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورحت بلد اسمها تورينو. بلد حلو جدا، هي كنت بطل العالم، كنت بطل العالم في تنس، وسافرت بلد اسمها الامريكا اسمها الامريكا الجنوبيه، وجت هي تمام يعني، كانت هي بطوله العالم يعني. طيب كويس خالص. طيب انا هستاذن برضو المهندس ايمن ان انا عايز ارجع ل شون فيرسون، عايز اساله على مساله، إلى أي مدى بتشوفوا أنه مصر قطعت شوط كبير في الاهتمام بالأولمبياد الخاص؟ أشكركم على استقبالي في هذا البرنامج. أنا هنا منذ أسبوع وعرفت عددا من الناس في مصر والتقيت رئيسنا الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي، وكنت مندهش جدا وفرح جدا بما رأيته هنا في مصر. كان لدينا لقاء رائع مع فخامة الرئيس، والتقينا مع الكثير من أصحاب الهمم، وعلمت أن فخامة الرئيس قد قام بفعل الكثير من أجلهم في العالم كله. أعتقد نعم، زعماء العالم. أتعشم وأن أرى الكثير من التقدم في مصر. طيب وهنا ده هيخليني أرجع على المهندس أيمن، على أهمية الجائزة اللي حصل عليها الرئيس، وهي جائزة دولية للأولمبياد الخاص. الأهمية بتاعت هذه الجائزة، هي جائزة لفخامة الرئيس مما لا شك فيه، بس هي كمان جائزة للدولة المصرية وجهودها، ولا إيه؟ بص حضرتك، عشان برضو نبقى واضحين في الحتة دي، احنا بنحتفل بمرور 50 عام على انشاء الاولمبياد الخاص الدولي، بقالنا بعض سنوات يعني، لان احنا 68 انشئ، 2018 يعتبر 50 عام. جت طبعا الكوفيد والكورونا والحاجات دي عطلت الدنيا شوية، انما احتفالاتنا ما وقفتش. فمن ضمن احتفالاتنا ان احنا برضو بنشوف الرؤساء والملوك والمسؤولين اللي بيدعموا الأولمبياد الخاص أو بيعملوا تطور في حتة الإعاقة بصفة عامة
والإعاقة الفكرية بصفة خاصة، لأن احنا مختصين في الإعاقة الفكرية. فاللي تم في مصر في 8 سنوات أنا بتهيألي أنه لم يتم على أي مستوى أي دولة في العالم، أنا ما بقولش في المنطقة. ليه؟ حضرتك 2014 الرئيس مسك في يونيو الرئاسة، أول حدث رياضي يحضره بعد 6 شهور. طيب تفتكر حضرتك هيكون إيه؟ كل الناس هتتخيل أنه مثلا كأس العالم في كرة اليد مثلا، صح؟ إنما هتلاقيه الألعاب العالمية، الألعاب الإقليمية للأولمبيات الخاص التامنة 2014 في القاهرة. ده أول حدث رياضي يحضره. طيب نيجي بعد كده لما نعمل عام للإعاقة عام 2018. طيب ونيجي نعمل قانون جديد يدرس في مجلس النواب لسنوات عشان يطلع يغطي كل المشاكل الموجودة في الإعاقة. طيب أكلم الرئيس أو أبعت للرئيس جواب بقول له إحنا عايزين، أنت رئيس منظمة الوحدة الأفريقية، فإحنا عايزين في السنة بتاعتك رئاستك عايزين نعمل أول ألعاب أفريقية في التاريخ. فورا يدينا الرعاية وتتعمل أول ألعاب أفريقية وتخلص قبل الكورونا بعشرة أيام. طيب حضرتك بقى بالإضافة لدول، أنا عضو مجلس إدارة في حاجة اسمها صندوق عطاء اللي هو عمله. طب صندوق عطاء ده معمول إيه؟ أول صندوق استثماري خيري في تاريخ مصر، يعني معترف به من سوق المال، مش مقيد مع وزارة التضامن كجمعية. ده صندوق استثمار، صندوق استثمار اللي هو الفند اللي احنا بنسميه عالميا فند، اللي هو بيعمل مثلا جون هوبكنز هوسبيتال، وبيعمل بوستن يونيفرسيتي، بيعمل ام اي تي، كل ده بيتعمل من فاندز. فاول صندوق خيري اعمله واعمله لمين؟ لذوي الاعاقه في تاريخ مصر. طيب حضرتك بقى يعني لما تقرا هذا الكلام في خلال 8 سنين انا ما عرضته في مجلس الاداره، الناس قالت ايه ده؟ ايه كل الانجازات دي؟ ايه الوقت القصير ده؟ وبعدين ما تنساش ان احنا خارجين من ثوره وامن غير مستقر و2014 تقريبا ما كانش فيه امن لسه خلاص، وبستضيف 23 دوله بتوع الشرق الاوسط في الالعاب الاقليميه، وبعدين برجع استضيف 34 دوله افريقيه في الالعاب الافريقيه. طب حضرتك يعني رد انت عليا، يعني لو لقيت حد عمل انجاز اكتر من كده قول لي عليه، يمكن انا ما اعرفش. اظن استحاله. ما انا بقول لك كده. فلما اما يجوا بقى بيقولوا الناس العصر الذهبي ومش عارف ايه لا انا مش عايز اقول العصر الذهبي، لان العصر الذهبي ده هيبقى معناها ان هو العصر بتاع الرئيس بس. لا، الرئيس النهارده عمل حاجات مكمله هو موجود او مش موجود. صحيح. قانون اعاقه ثابت، صندوق استثمار خيري موجود. يبقى انت حضرتك حطيت ايه؟ حطيت استراتيجيك ديسيجنز، حاجات استراتيجيه مكمله في العصر ده او في المستقبل، وعصور كثيره قادمه. بالظبط كده. فيبقى ده بقى النهارده اللي احنا بنسميه ايه؟ الرؤيه الاستراتيجيه للعمل. ان انا ما بقولش يعني بقى، او بمعنى اصح بقى السستينابيلتي، الاستدامه، اللي هو بقت لغه العصر او لغه العلم دلوقتي، اللي هي بتتكلم هاو تو بي سستينابل، او ازاي تكون عندك استدامه في المجال. هو عمل قواعد الاساسيه للاستدامه. فيبقى الرئيس النهارده لما تيجي تقول انا والله هعمل جايزه دوليه بياخدها الملوك والرؤساء، طيب يعني ما انت شيء طبيعي انك بالانجازات دي لازم اول حاجه لما نخش نقعد معاه نحط الجايزه على طول، يعني ما فيش نقاش. احنا على فكره كان مخصص لينا 15 دقيقه واحنا داخلين نقابل الرئيس، مخصص لينا ربع ساعه. حلو. طيب حضرتك احنا خلصنا الاجتماع بعد قد ايه؟ ساعه ونص. الساعه ونص دي انا مرتين بقول للرئيس طب يا رئيس متشكرين جدا واحنا هنستأذن، علشان عارف انه عشان عارف عنده. فساعه ونص ده معناها مناقشه كم تفاصيل، كل التفاصيل، ودخلنا في التعليم وهنعمل ايه في التعليم وهنعمل ايه في الالعاب اللي هتستضيفها مصر قريبا مش هعلن عنها دلوقتي. خلاص. لا في حاجات
هو هيز انترستد، يعني لما تيجي تقول هو مش رئيس بيجامل وبيقعد مع الناس عشان خاطر يجاملهم لانهم جايين له من انحاء العالم، سبع رؤساء اقليميين اللي هم انا واحد منهم، جايين من العالم كله، من امريكا اللاتينيه، من امريكا الشماليه، من اوروبا، من اسيا. طيب فممكن يكون مجامله؟ لا، مجامله ايه؟ ده قاعد بساعه ونص بندرس كل حاجه، كل تفصيله، بيتناقش طول الوقت كل تفصيله مع كل واحد من الموجودين، ووضع ايه في اوروبا، والوضع ايه في لاتين امريكا، والوضع ايه في الدولي، والتعليم هنعمل فيه ايه، والالعاب المستقبليه اللي احنا هنستضيفها ايه. لا يعني موضوع، يعني بص لو قلنا مجامله، اصل انا اخر واحد هجامل، انا ماليش اي مصلحه داخل مصر، انا راجل في منصب دولي بقالي 20 سنه، ماليش اي مصلحه داخل مصر، ولا هبقى وزير في يوم من الايام، ولا عايز اكون فيعني مش هجامل. طيب يبقى انا النهارده ايه؟ بقول الحقيقه. صح. اللي حصل في مصر هو خطه استراتيجيه محكمه للمستقبل. طيب انا هستاذنكم في ان احنا هنطلع فاصل، وهنرجع بعد الفاصل عايز اتكلم شويه، مش عارف بقول كابتن ابراهيم ولا دكتور ابراهيم، علشان موضوع الماجستير ده عارفه كل حاجه. دكتور ابراهيم والله لا اقول لك دكتور علي صوتك، طب احنا مش سامعين. نرجع بعد الفاصل مع دكتور إبراهيم شريف، بالمناسبة هنشوفه قريب جدا دكتور في الجامعة، بس استنونا. وبما ان احنا لما نوعد ما نخلفش، يبقى دكتور إبراهيم الخولي مرة تانية. ازيك يا دكتور ابراهيم؟ كويس. كنا عايزين بقى نتكلم شوية على مسألة الجامعة. هتاخد انت بدأت تحضر الماجستير بتاعك في ايه؟ بعد انا بحضر الماجستير، بعمل حاسمها اسمها حمل مطور رسالة. اوكي. عمل عن تقييم المعالجة، عمل تقييم المعالجة القضايا بالقطمخ الاختلاف. عظيم جدا. وبدأت التمهيدي بتاعك؟ أنا كده خلصت التمهيدي. أنا كده خلصت التمهيدي خلاص. فضلي بس المناقشة. فضل لك المناقشة. وهتخلص بسرعة برضه. ماجستير عشان نبدأ دكتوراه. بالظبط كده. يعني جاهز. يعني بعد كده هنروح نحضر بقى احنا المناقشه. هتعزمنا على المناقشه؟ طبعا. طيب خلاص كده يا دكتور، يعني طالما هتعزمنا يبقى احنا بعدها على طول تخلص مناقشه واحنا هنعزمك احنا على العشاء. طبعا. ماشي تمام، متفقين. هستاذنك يا دكتور ابراهيم ان احنا هنرجع مره ثانيه شون فيرتسون على المساله بتاعه، انه قلت لي ان احنا في مصر قطعنا خطوات كبيره جدا في مساله الاولمبياد الخاص، وانه نقدر نقول ان احنا دولة قائدة في وسط قادة العالم في هذا الموضوع، لكن علشان تكتمل التجربة عندنا في مصر ومن واقع الخبرة بتاعتكم في الولايات المتحدة الأمريكية، بتشوف إحنا لازلنا محتاجين ننفذ إيه هنا؟ سؤال ممتاز. أعتقد أن أحد الأشياء التي يجب أن يتم عملها هو أن يكون هناك المزيد من فرص التعليم الإدماجي للطلاب، وناقشنا هذا الأمر مع الرئيس السيسي حين قابلنا. فكرة أن يكون هناك المزيد من المدارس الحكومية التي تقدم تعليم دمجي لأصحاب الإعاقة الفكرية، وكان لدينا الكثير من القادات الذين التقوا مع العديد من الرؤساء. وأيضا يمكن أن أقول أن الرئيس السيسي رأيته قائدا منحنا الكثير من الوقت، وكان مهتما كثيرا بالأمر، كان موجودا وتحدث معنا عن الرياضات وما الذي يمكن أن يقدمه لكي يدعمنا ويساهم في النهضة. لذا فإنني أشكر جهوده وأركز على قضية إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في أن يتعلموا مع الأطفال الذين ليس لديهم إعاقات، ويكون هناك مسألة دمج لهم داخل المدرسة وداخل المجتمع.
المجتمع، وهذا سيكون له تأثير كبير على المضي قدما بالنهضة في مصر. بما أنكم جلستم في مناقشة طويلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فعلى ما يبدو أن كانت هناك الكثير من النقاط، الكثير من التفاصيل، لكن أبرز النقاط التي علق عليها الرئيس المصري ماذا كانت؟ علق الرئيس على العديد من القضايا، وأحدها هي أن نأخذ في الاعتبار تحالف الحكومات والذي ندفعه قدما ونضع له المؤشرات، وهذا بما تحدثت عنه مع هو أن الحكومات تستطيع أن تساهم بشكل كبير في التعليم الاندماجي وأن تساعد في هذا الأمر. وأيضا كان لدينا أحد الرياضيين وأحد أبطال الرياضة والذي حضر المقابلة، وكان هناك أفضل الحوارات بين الرئيس وهذا اللاعب، كانت محادثة رائعة جدا، وكان الرئيس يتحدث معه كصديق، كان يتحدث معها حول وظيفتها وخبراتها، وكان يتحدث معها بدفء شديد. رائع جدا. هنا استأذن فنان انتقل المهندس ايمن وهسأل على المسألة بتاعة الدمج، يعني يمكن زي ما كان بيتكلم شعن واتكلم مع فخامة الرئيس على هذا الموضوع، مسألة الدمج في العملية التعليمية، احنا واصلين في ده لحد فين يا باشمهندس ايمن؟ لا احنا ابتدينا بداية كويسة، يعني الفترة الأخيرة دي بصراحة كان في ناس قائمين عليها في وزارة التربية والتعليم، ومدارس تم فيها الدمج وقدر الإمكان. طبعا عارف حضرتك تكلفة هذا الكلام بالنسبة للمدارس الحكومية طبعا. فابتدت العملية، ابتدت، مش هنقدر نقول وصلنا، إنما بنقول البداية ابتدت. عشان كده احنا هنحاول نطور الفترة القادمة التعاون، الأولمبيات الخاص، تعاون وزارات التعليم، تعاون وزارات الصحة على مستوى العالم، يعني هو صندوق عطاء. ها؟ صندوق عطاء طبعا أظن هيلعب دور مهم برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وبعدين برضو نائب الرئيس اللي هو نائب رئيس بنك ناصر الأستاذ محمد عشماوي. طبعا معنا مجموعة، الدكتورة دينا عبد الوهاب، الدكتورة منى زكي أستاذ التسويق في الجامعة الأمريكية، معنا مجلس إدارة قوي، الأستاذ شريف سامي، أنا مش عايز أنسى يعني رئيس مجلس إدارة بنك سي آي بي، يعني في ناس على مستوى عالي جدا بتحط استراتيجيات بجد. مش بقول لك هو ده اللي عجبني في الموضوع، اللي عجب الدولي واللي عجب الناس كلها على مستوى العالم، الرئيس يا جماعة بيعمل شغل استراتيجي، قد يكون على فكرة الأوتكم بتاعه أو النتيجة بتاعته مش حبان في عهده. وارد جدا على فكرة، يعني في حاجات كتير يعني، إنما أنا بقول إيه، بقول الرئيس اجتهد وبيجتهد يعني في حاجات كتير قوي. طب لما يبقى الإعاقة جزء من الحاجات دي، يبقى احنا حصل دمج ولا ما حصلش مبدئيا طبعًا. يعني هو ده الأساس طبعا. فأنا شايف إن مصر في مجال الإعاقة لا بتتطور سريعا، مش هنقدر ننكر إن كان في إنجازات قبل كده برضه، لأن في ناس اشتغلت قبلينا، يعني الله يرحمها، مش عشان خاطر قريبتي يعني، انما الله يرحمها ماجدة موسى مثلا، الله يرحمها الله يرحمها بالظبط، الدكتور اسماعيل عثمان الله يرحمه برضه توفى مؤخرا يعني، دول عملوا شغل جامد جدا، الدكتور نبيل سالم في البارالمبيكس، يعني في ناس كتير قوي عملت شغل في تاريخ مصر، فما نقدرش ننكره ونقول والله ده احنا جينا وعملنا، لا احنا كملنا صحيح. ان شاء الله اللي بعد يعني بعد ما احنا نخلص تكمل. فهي بدأت القصة دي في السبعينات، ما كانش حد صحيح. يقول دمج ولا مش دمج ولا حد فاهم حاجة ساعتها، فهي كانت رائدة في هذا بالزبط. المجال الحقيقة يعني. فلما يعني لما احنا نكمل بقى، وان شاء الله اللي يجي بعدينا نكمل، هو ده اللي عجبني في الرئيس، ان هو عمل ايه، حط قانون ما حدش يقدر يمسه، منظومة قوانين ومؤسسات بالزبط. وما الى ذلك، صندوق عطاء الخيري ما حدش يعرف يلمسه صحيح. هيكمل، لان ده تابع لسوق المال، ده مش تابع لشيء وزارة التضامن مثلا، ده مش هزار، مش هنقول مثلا قراءة للجميع فهينتهي، او مكتبة مش عارف ايه فهينتهي مع فلان، هنتكلم على صندوق استثمار خيري، اللي هو الفند اللي هو اساس كل الشغل في اوروبا وفي امريكا طبعا طبعا طبعا، يعني كل ما اقول لي UCLA جامعة لوس انجلوس انشئت بفند، مفيش حاجة ما انشئتش بفند، فهو عمل الفند،
ان شاء الله هنعمل بقى شغل يعني رائع في ال... وانا متفائل كمان جدا بالدكتوره نيفين القباش. يعني يمكن ناس كتير الفند على فكره انشئ في وقت الدكتوره غادة وائل. الدكتوره غادة اللي عاملاه الدكتوره نيفين فاق البدايه، يعني ده اللي عجبني. ما دي مساله الاستكمال الايجابي او الاستكمال الزكي، ما يجيش بقى كل واحد يعدل عشان اغير اللي فات وابدا من اول وجديد. انا عايز اشكركم جدا 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 خير اول، اشكركم يعني حقيقي على الجهد المبذول. شكرا جدا شون فيرسون على وجودك معنا، نورت مصر، نورت القاهره، نتمنى تجيلنا كتير جدا خلال الفتره اللي جايه. شكرا جدا جدا المهندس ايمن علي، نورتنا وشرفتنا واخرناك وشغلناك، وانا عارفك بتصحى بدري وفي اجتماعات قد كده. لا ده انا خايف على ابراهيم اكتر مني. ودكتور ابراهيم اللي عزمني على المناقشه بتاعه الماجستير. أيوه. ان شاء الله، وان شاء الله ماجستير بامتياز ان شاء الله، بطل في الماجستير والدكتوراه زي بطولات التنس وبطولات العالم والاولمبياد. اشكرك جدا يا ابراهيم. عايز تقول حاجه قبل ما نختم؟ كنت عايز اقول حاجه فعلا، نفسي اشكر بابا وماما. ماما وافقت كان بي معايا، وكمان بابا معي. كمان بابا يعني حبيبي، يعني هو شخص بحبه جدا جدا جدا، في اللي هو في اللي هو في طول الوقت حد بيفتكر كده. بتكلم على الجامعه، بتكلم على الجامعه الكنديه الاعلام. اشكر ليا دكتور امال خساوي ودكتور ماجي ماجي الحلواني وانا كنت معيد في الجامعه، عشان في حاجات كنت عايزين نعملها، وفي نعمل انشطه للجامعه، وفي عندنا تنس كوره وفي فولي. احنا بنعمل ان شاء الله المستقبل الناس. صح. الناس تتعلموا اكتر، الناس المفروض تبقى تعلموا التعليم العالي. عندنا مجلس الجامعات، عندنا يعني نفسي يعني اخد موضوع رساله، يعني انا دلوقتي ان شاء الله باذن الله بحطت رساله ان شاء الله باذن الله. واشكر الاداء لماما ولبابا ويوسف ويحيى، واحد حبيبي اللي انا بحبه الاستاذ عمرو شودي، وكمان بكنام، وكمان مصطفى طارق، دول اللي ساعدوني اكتر اعلى للجامعه. انا اللي بشكرك على انك موجود معانا وسهران معانا لحد دلوقتي يا دكتور. طبعا. وان شاء الله ان شاء الله هنشوفك كتير قريب ان شاء الله. الله الف شكر جدا ليكم مره تانية. شكرا ليكم على حسن المتابعه. لو كان العمر نتقابل ان شاء الله بكره في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.